لاترال اكسايتد. الاتاتشمنت بتاعها او الكونتاكت بتاعها ايه؟ ميزي اللي بتعمل كونتاكت مع ايه؟ الاورس لاترال اكسايتد. ميزي بتعمل كونتاكت مع ايه؟ وديستالي مع ايه؟ لا ميزيال بس ادي لاترال ميزيال مش ده ميزيال؟ بتعمل كونتاكت مع الاورس صح؟ طيب ديستالي بتعمل كونتاكت مع ايه؟ مع الدنال. برافو عليك. طيب هي اقصر ولا السنترال؟ اقصر. طب هي نارور ولا السنترال؟ نارور. طيب احنا دلوقتي بيننا وما بين يعني ايه عشان نعرف كده ان هو الاساسيه الكونتاكت احنا عارفينه اللوبس عدد اللوبس كام لوب بيكونها؟ اربعه. برافو عليك. اربعه في الليبيال واحد فين؟ في الليبيال. بتعمل كونتاكت مع كذا بتعمل كونتاكت مع كذا. الفانكشن بتاعتها ايه؟ سايزنج. بتعمل انسايزنج او سبلمنت الايه؟ السنترال اتس فانكشن. يعني ايه؟ يعني هي بتساعد الابر سنترال فانكشن بتاعتها اللي هي ايه؟ من الاخر الكاتنج او الانسايد. طيب الكرونولوجي تعلم حاجه بقى. انا قلت لكم قبل كده اهم ديت بالنسبه لنا الكربشن ديت، وبعد كده بنعمل ايه؟ ثلاث سنين يبقى الروت الكراون كونفيشن. بعد ثلاث سنين طيب خلاص نحفظ بقى مع بعض كده واحفظوا معايا. سيبكم من ده التسنين. اخوك الصغير دلوقتي اليومين دول بيسنن صح ولا لا؟ بيطلع سنه وبيدرس سنه علشان تبقى عارف ميعاد التسنين ده صح ولا غلط. احفظ معايا لور سنترال بيحصل لها اراكشن عند ست سنين ماشي. بعديها دايما بيطلع اليمين والشمال خلاص. لور سنترال عند ست سنين. ابر سنترال بعديها بسنه عند كام؟ سبع سنين. لور لاترال سبع سنين نفس التوقيت خلاص. يبقى الابر سنترال واللور لاترال بتوع مع بعض. زود سنه ابر لاترال. يبقى نقول تاني لور سنترال ست سنين. سبع سنين ابر سنترال. لور لاترال سبع سنين. سبع سنين برضه ابر لاترال ثمان سنين. لور كناين تسع سنين خلاص. نقف لحد كده لان الابر كناين ما بيطلعش عند تسع سنين، ده بيطلع البريمولرز وبعد كده يطلع ايه؟ الكناين. يبقى نحفظ ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة. سهلة؟ ايه؟ بنطلع بعد كده على او عند تسع سنين بيطلع اللور كناين والابر بريمول. عند 10 سنين الابر كناين هو بريمول. ثبت المعلومة دي بس، ثبت المعلومة دي. خلاص؟ يبقى احنا عندنا ايه دلوقتي؟ لور سنترال اهو تاني، هقول اهو لاخر مرة. ست سنين سبع سنين دايما بتطلع دي وبعدين دي كده 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 ماشي؟ طيب ست سنين سبع سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين. باي ذا واي الابر سكس واللور سكس كلهم بيطلعوا عند ايه؟ عند ست سنين برضه. خلاص؟ احنا بنتكلم على البيرنت، احنا كل سنان اللي بناخدها ديت ايه؟ بيرنت مش سيكس. ماشي؟ يبقى علشان كده السؤال اللي كان جاي لكم في الامتحان اللي هو عند سبع سنين بيكون فيه كام سنه في الدنتال ارش؟ دنتال ارش يعني المغزله او المانجل. خد ال 10 بتوع السيكوس وهتزود عليهم ايه؟ المولس صح؟ اللي هو الابر 6 والابر 6 الناحيه الثانيه صح؟ هتقول لي طيب ما هو اللور سنترال طلع، بس اللور سنترال طلع مكانه ايه؟ حصل له شيرنج الايه؟ اللور سنترال السيكوس صح ولا لا؟ اه ما هي انا بتكلم دلوقتي عن سبع سنين سواء كان ايه؟ انا كان قصدي اساسا على اللور بس انا ما حددتش عشان ما اخبطكوش خلاص. فهتقول لي اه ست سنين طب طلع السكس. طب ما هو الدكتور ما طلع السنترال برضه بيرنر صح ولا لا؟ انا ما زودناش سنتين كمان عشان مكانهم سنتين صح؟ سنتين سيد واسراحه جه مكانهم سنتين ايه؟ بيرنر صح؟ طيب يبقى الكرونولوجي اهو نحفظ بقى عملنا دلوقتي من خلال الخريطه اللي احنا قلناها دي ايه؟ اللي هو الاور سنترال هتطلع امتى؟ ها؟ لاترال ثمان سنين ثمان سنين قلنا سته سبعه سبعه ثمانيه يبقى الاول اللي هتطلع في خلال سنه 8 سنين عند 8 سنين خلاص. ايه شكل الابر لاترال؟ الابر لاترال عاده سمولر عن الابر سنترال، مور راوندد عن الابر سنترال خلاص. كل الزوايا بتاعتها راوندد وكل السيرفس بتاعتها ايه؟ كومبلكس. طيب تعالى كده هناخد الميديا الاسف بتاعي ادي الميديا الاسف دي بنتكلم عن جينيتك اوت لاين. جينيتك اوت لاين بتاعت اي سنه في الدنيا البكر والليبر ابر لو انتيريو بوستيريو قلنا
الاقسام بتاعت الليبيا السيرفيس بتاعها مالها؟ ترابزويد ان شيب وذ ذا سمولست سايد سيرفايكل. ماشي اهو، يبقى الجوينت اوتلاين زي ما احنا عارفين ما فيهاش اختلاف زي الاب سنترال بالظبط. طيب بقول وبقول الفرق ما بينهم وبين الايه؟ الابر سنترال. هي زي ما لسه قايله لكم، هي وايدر ولا الابر سنترال؟ الابر سنترال. الابر سنترال يعني هي مور ايه؟ نارو. هي مور نارو عن الايه؟ عن الابر سنترال. الريليشن شيب بتوين الكراون والروت نورمال دايما الكروت الكراون زوي تلتين الروت، الكراون تلتين الروت. في الابر لاترال بتختلف شويه، الروت بيبقى اطول شويه من النورمال بايه؟ ب 2 ملي تقريبا. طيب يعني ايه كراون تلتين الروت؟ يعني لو انا عندي كراون اللينث بتاعه 3 ملي يبقى الروت بتاعه كام؟ 6 تلتين، ده تلتين تلتين قسمي 3 تلات، الواحد ده قسمي 3 تلات. ماشي الكلام؟ تقريبا لو واحد صحيح او نقول لو 10 ملي قسميهم كده 3 3 3 وشويه صح ولا لا؟ يبقى الثلث الاولاني ده بتاع الكراون، الثلثين التانيين دول بتوع الايه؟ الروت. فهمتني؟ يعني دايما الريليشن شيب ثلث وثلثين، الكراون الثلث والروت ايه؟ الثلثين. تفرق في ايه؟ في الابر كراين، الابر كراين الضعف النسبه بتاعته 1 ل 2 على طول، لو دوت 5 يبقى ده 10 خلاص الضعف. اتفقنا؟ طيب اللي بعده قلنا الليز اكبر من الويدث، وقلنا هي اساسا الويدث بتاعها صغير خلاص. الليبيا الاوتلاين، الليبيا الاوتلاين بتاعت الكراون نفتكر كده الابر سنترال كومبلكس ستريت ميزي كونسيبت الانجل مالها؟ شارب شارب مور كونفكس خلاص او سلايدلي كونفكس وسيرفايت الاين كونفكس. طيب الكونتاكت ايريا كانت فين؟ هنا دي فين؟ كانت ايه؟ دي انسايد الاين ايه صح؟ ريجستر مور سيرفايت ومور سيرفايت بس لسه كونفايند ايه؟ الانسايزر مارتين صح؟ طيب تعالوا نقول على الابر لاترال اول حاجه ايه؟ كونفكس او سلايدلي ميزي الاوتلاين سلايدلي كونفكس ده كان ازاي؟ الميزي انسايد الانجل راوند خلاص من الاول كده هي اصلا ايه؟ راوند. الديس الاوتلاين كونفكس او بتقول عليها اصلا راوند مور كونفكس. الديس انسايد الانجل مور راوند عن الميزي خلاص. يبقى انا عندي هنا زاويه ميزي انسايد الانجل راوند والديس انسايد مور راوند. يبقى الانسايد الانجل هتبقى ستريت ازاي؟ لازم تبقى ايه؟ راوند. كونفكس او راوند صح ولا لا؟ يبقى اول اوفر السنه كلها ايه؟ كونفكس مش فيها ستريت خالص. واي سنه على فكره برضه لما نيجي نتكلم عنها ما ينفعش ان انا اقول ستريت، لان زمايلكم قبل كده بيقولوا لي ما انت كاتبه الابر سنترال سلايد كونفكس. مفيش حاجه في الدنيا ربنا خالقها ستريت بالمسطره في البيولوجي في جسمنا، مش ديت المفروض انها تبقى ستريت؟ العظمه دي عمرك هتلاقيها ستريت بالمسطره؟ شويه ريجنرفس اللي بيعمل الكلام ده خلايا صح ولا لا؟ بتروح وتيجي مليون صح؟ فانا دلوقتي لما بقول الابر سنترال انسايجر هو ستريت الاشطر انك انت تقول ايه؟ سلايتلي كونفكس، بس تبين لي اهم حاجه ان الديستال ماله مور كونفكس عن الميزي. ماشي؟ فلما تقرا كده ما تقوليش لا ما انت كاتبه غلط وتقولي كلام تاني، لا خالص. هي الفكره ان هو ما فيش حاجه في البيولوجي او في الديتكشن بتبقى ستريت قوي، ما فيش زاويه بتبقى شاربه قوي او 90 درجه بالدقيقه، مفيش الكلام. صح؟ يبقى انا دلوقتي لما اجي اتكلم احنا السيرفايكال لاين طبعا كونفكس توورد ايه؟ توورد يبقى تعالوا لما ناخدهم كده من الاول هي كلها على بعضها مور كونفكس عن الايه؟ عن الابر سيرفايكال. الميزي الاوتلاين كونفكس، الميزي الانسايد الانجل راوند، الديس الاوتلاين مور كونفكس عن الايه؟ عن الميزي. الديس الانسايد الانجل مور راوند، الانسايد الانجل راوند، السيرفايكال لاين كونفكس توورد ذا روت. ماشي؟ طيب الريليشن والريليشن الميديا كونتاكت اريا او الديسا كونتاكت اريا هناك كانت تحت عند الايه؟ عند الانسايزر اكتيفيتي سلايتلي ايه؟ ها؟ سيرفايكال. هنا بقى لما تيجي تتكلم هتلاقي ان لا الكونتاكت اريا بدات ايه؟ تطلع لفوق. او لو قسمنا السنه كده لثلاث تلات هتلاقي ان الميديا كونتاكت اريا موجوده فين؟ في الجنكشن بتوين الانسايزر والميدل وان فيرد. والديستال كونتاكت اريا موجوده فين؟ في الميدل
الديستال موجودة فين؟ في الميدل سيرفيس. عشان كده لما نيجي نتكلم على بروكسيمال اسبت انهي السيرفيس اللي هيبقى اطول، الميديا ولا الديستال؟ الميديا. بص المسافة كده من هنا لهنا، وده علشان راوند قوي، الزاوية بتاعتي راوند كانت ده من اول هنا، الميديا بتاعي ده من اول هنا. فلما تيجي تبصلي على ميديا سيرفيس تلف السنة من ناحية الميديا هتلاقيها كبيرة، تلف السنة من ناحية الديستال هتلاقيها ايه؟ هتلاقيها قصيرة شوية. خلاص؟ يبقى عرفنا دلوقتي الاوتلاين بتاعتي. طيب تعال على الروت تيبل. الروت بتاع الاباسيفر كان ايه؟ تيبل برضه كان ايه؟ كان كونيكال كله على بعضه من اول السيرفايكال لاين لحد الروت كله على بعضه ايه؟ كونيكال. كونيكال ان شيب او ستريت او تيبل ميديان وديسكال اوتلاين. والايبكس بتاعتي مالها؟ بلانت. ومكانها فين؟ سنترلايز. برافو عليك. الايبكس لازم نحددها بحاجتين، اللوكيشن والشيب. اللوكيشن يا اما على ميد لاين او لا، والشيب يا اما بلانت يا اما ايه؟ بوينت. ماشي؟ طيب يبقى انا عندي ميديا وديسكال اوت لاين ستريت تل ذا ابيكال 1/3 تل ذا ابيكال 1/3 زي ستارت تو ديفييت ايه؟ ديستال. علشان كده بلاقي ان الايبكس بتاعتي بوينتد، الايبكس مالها؟ بوينتد وديستال تو ذا ميد لاين. كل السنان تقريبا ما عدا الابر سنترال واللور سنترال ساعات الروت بتاعها كيرفد ديستال. من اول الابيكال 1/3 الروت بتاعها لازم يبقى كيرفد ايه؟ ديستال، ما عدا الابر سنترال وساعات اللور سنترال وساعات اللور ايه؟ 5. ماشي؟ بس احنا هناخدها كده قاعده بس اسمها الابر سنترال بس. طيب يبقى الايبكس بتاعتي مختلفه عن الايبكس بتاعت الابر سنترال في ايه؟ نمبر 1 انها بوينتد. يعني ايه بوينتد؟ يعني شارب. نمبر 2 انها ايه؟ ديفييتد ديستنت. يبقى انا عندي دلوقتي حاجتين مختلفين. لو اللونج اكس بتاع الميديال سيرفيس ده بيقسم لي السنه لتو هافز، هلاقي ان لا الايبكس جاي على الميد لاين ولا اللونج اكس بيرنديكولار تو ده ايه؟ انسايسر ايدج. في الاور سنترال كان اللونج اكس بيرنديكولار تو انسايسر ايدج. ليه؟ لان الاثنين ستريت، صح؟ انما دي مالها؟ دي ستريت؟ دي راوند. يبقى عمر ما اللونج اكس بتاعي هيجي بيرنديكولار عليه، صح؟ يبقى عشان كده لما تقرا نايدر ان هاف لاين ذا ايبكس نور بيرنديكولار تو ذا انسايسر ايدج، ده اللونج اكس. ماشي الفكره؟ يبقى عرفنا الاوتلاين بعد اذنك. اقول لك اتكلم عن الليبيا الاوتلاين، ما تنساليش الروت. هنتكلم كونفكس راوند كونفكس الحاجات دي بتاعت الكراون، اوكي. ما تنساش الروت. تيبر لحد الابيكال 1/3 وبعد كده دي بيديت ايه؟ ديستل. اتفقنا؟ سيرفس اناتومي بتاع الابر سنترال او الابر لاترال انسايسر. اي سيرفس اناتومي بتاع الليبيا بتاع اي انتيريور تيبر. سيرفايكال ريتش وايه؟ ونابلس. صح؟ اي ديبريشن عباره عن ايه؟ ميزو انسايزر وديستو انسايزر ديفلوبمنتال جروب. صح؟ طيب السيرفايكال ريتش هنا مور بروميننت اور ليس بروميننت؟ لا دي بتبقى مور بروميننت. احنا قلنا ان السنه كلها بتبقى ايه؟ كونفكس. لو في ستريت في السنترال هتبقى كونفكس في اللاترال. لو في سيرفايكال ريتش في السنترال معقوله؟ لا هتبقى مالها في اللاترال. السنترال معقوله تبقى في اللاترال مالها؟ مور بالش او مور كونفكس. يبقى السيرفايكال ريتش بتاعتي موجوده؟ اه موجوده. قارنها بالابر سنترال؟ لا دي مور ايه؟ بروميننت. يعني ايه مور بروميننت؟ يعني واضحه اكتر، ظاهره اكتر. الكونفكس بتاعتها كبيره، الابر سنترال الكونفكس بتاعتها ايه؟ بسيطه. نقارن بقى كده ما بين الابر سنترال وما بين الابر لاترال. الميزو انسايزر في الميزو ديستري، الدايمنشن الميزو ديستري لو هنا السنترال وهنا اللاترال. الميزو ديستال دايمنشن سلايتلي كونفكس واي في السنترال وفي اللاترال نار. طيب الميزو انسايزر انجل شار شار راوند. الميزو انسايزر انجل راوند راوند راوند. الميزو انسايزر ايدج سلايتلي كونفكس راوند راوند. طيب الميزة الجوفاي او الميزة الاوتلاين؟ سلايتلي كونفكس. الميزة الاوتلاين؟ سلايتلي كونفكس. لا مش راوند في الابر سنتر، مش راوند. راوند يعني نص دايرة، مش راوند. في الابر سنتر سلايتلي كونفكس. في الديستال؟ خلاص مور كونفكس او نقدر نقول راوند بقى. الميزة الكونتاكت اريا؟ كونتاكت اريا. مكانها فين؟ Yeah.
ميدل اند انسايزر فيل. Lingual steps, hilarious, convex, it's a very one-way.
different cave complex. The convex will confirm to see. مالها more prominent. يعني more convex. Cervical line concave toward the root. طيب يبقى انا عندي دلوقتي outline واحدة ولا لا؟ لكن بعد ما بكتب بكتب ان الاليفيشن مور بروميننت او الكونفكسي مور كونفكس. ماشي؟ طيب يبقى انا عندي الاختلاف هنا زي ما قلت اللي هي الايه؟ الاليفيشن دي بتبقى مور بروميننت. طيب الاوت لاين بتاعت الروت تابر لحد ما يوصل لايه؟ لبوينتد سوري لبلانت ايريس. قلت بوينتد كده صح؟ اه. طيب بص معايا دلوقتي يا زميلي اهو بالظبط عامل كده. من هنا لما نبص له من الليبيا سيرفس احنا اتفقنا ان السنه انه اكبر في الابر لاترال الويث ولا الثيكنس؟ ما قلتش الثيكنس اكبر من الويث. ماشي الكلام؟ يعني السنه ميزيو ديستالي لو انا ببص لها ميزيو ديستالي ادي الليبيا سيرفس بتاعي ميزيو ديستالي هيكون اكبر من الايه؟ اصغر من الايه؟ من الباكو سيمبل. خلاص؟ يبقى الويث اصغر من الثيكنس. طيب ادي السنه من الليبيا سيرفس الروت بتاعي عامل ازاي؟ جاي كده كده صح ناحيه الايه الديستال وهي السنه رفيعه فباينه ايه الروت بتاعي ماله بوينتد ايبس. طيب بصوا كده بقى مش شايف راحت الايه الديفيجن راح انا مش شايف ليه لانه بقى جاي كده او كده وده انا ما اشوفوش في الاكسس دوت او في الفيجن ده في الدايركشن بتاع الفيجن ده انا ما اشوفوش صح وفي نفس الوقت علشان الثيكنس اكبر فبقت الايبس بتاعتي مالها لا ماشي الكلام يبقى ما تتلخبطش يبقى هنا كده الليبيال علشان الويدث اصغر من الثيكنس خلاص فبلاقي ان الايبس بتاعتي بوينتد انما الثيكنس لما يكبر في البروكسيمال سيرفس تلاقيها انها بقت بلانت طب الديفيشن فين ديستال لا ده الديستال واللينجوال بقى كده الديستال والميزيال بقى كده انا مش شايفاه خلاص طيب يبقى ادي عباره عن ايه تيبر وكوت وايه بلانت راوند تعالي لي على السيرفس اناتومي السيرفس اناتومي بتاع البروكسيمال سيرفس بتاع اي سنه قلنا ما فيهوش الاليفيشن ولا ديليشن علشان ايه؟ يعمل كونكت مع السنه علشان ما يجمعش اكل ما يعمليش فوق اكيميليشن صح ولا لا؟ طيب بس باستثناء بيكون عندي ثلاث ايه بقى؟ كنت بتقول على حالك بيكون عندي ايه؟ كونكت اريا مثلا كونتاكت اريا برافو عليك مش كونكت كونتاكت اريا خلاص يبقى دايما السيرفس بتاعي كونفكس باكولينجوي لكن بيكون عندي ايه؟ اكسبت فلات كونتاكت ايه مكانها فين ميزيري في الجنكشن طيب تعالى على الميزيري الاسفلت ناخد كده الكونفرجن بتاعتنا سميته انها جنكشن بيبقى ايه؟ الكمبيوتر بتاعه في الاول سنترال معقوله انما في الاول لاترال كده طيب الكونتاكت ايريا هنا في الجنكشن طيب السنجلر مودريت فيه كونفكس هنا كونفكس الكراون احنا قلنا ايه؟ خلاص هنا شورت هو ايه كراون كراون احنا قلنا الروت اكبر في الابر لاتر مش احنا قلنا ان الروت اطول يبقى الكراون هيبان ايه؟ شورت طيب تعالى بقى اعمل كومباريزون ما بين الميزيال والديستال سيرفس بتاع الايه؟ بتاع الابر لاترال انسايزر هناخد الحاجه الجنرال الاول اللي هي ايه الجنرال؟ مين الاطول؟ الميزيال اطول ولا الديستال؟ الميزيال يعني الميزيال سيرفس هلاقيه اكبر من الايه؟ الديستال سيرفس خد بعد كده الباقي من تحت لفوق زي ما علمت هنا بسيط بعد كده كل ما نمشي شويه قدام كل ما ايه؟ هيبقى فيه فاريشن اكتر فعندنا دلوقتي الكونتاكت ايه؟ في الميزيال بتبقى موجوده فين؟ في الجنكشن الديستال بتبقى موجوده فين؟ في الميدل سيرفس في الميدل وان سيرفس الكمبيوتر هنا ايه؟ مور كيرفس انما هنا ليس كيرفس خلاص زي ما اتفقنا السيرفايكال لاين كل ما نرجع سنه لورا كل ما التمبيتشر مالها بتاعته بتقل علشان ومن ميزيال والديستال دايما الديستال بيبقى اقل من الايه؟ من الميزيال هنوصل في الاخر في البوستيري وتيل ان السيرفايكال لاين هيبقى ايه؟ ستريت تمام؟ طيب يبقى ادي الاختلافات اربع اختلافات عرفناهم الطول الكونتاكت اريا والايه؟ والسيرفايكال لاين سوري تاني اربعه ايه هو بقى؟ كل السنان الابر سنترال فيها على الروت ديفلوبمنتال ديبريشن وساعات بيبقى ديب شويه فبيبقى ايه؟ ديفلوبمنتال بروف طب ليه يا دكتوره؟ علشان يعمل انكلج يعني ايه انكلج؟ يعني يدخل فيها بون تقوم السنه تبقى ماسكه اكتر نيجي على الانسايزر اسيد الانسايزر اسيد بتاع الابر سنترال الابر سنترال شكله عامل ازاي؟
شاين برنشين صح ولا لا؟ شاين السنة بتاعتي عاملة كده كونفكس لازم كونفكس ومن هنا وهنا كونفكس وبعد كده كونكيف وبعد كده سينجل ماله كونفكس كانت الجيومتريك أوت لاين مالها شاين برنشين وذ ذا بيس لينجوس 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 خلاص انما هنا عندي سيرفايكال ريتش كبيره صح ولا لا؟ ودي بقت راوند قوي ودي بقت راوند قوي بس انت كلها على بعضها بقى الجيومتريك اوت لاين بتاعي ايه؟ بيضاوي اوفر الزوايا راحت صح؟ مش احنا بنقول انها كلها مور راوند فالزوايا دي كلها راحت الزاويه دي والزاويه دي بقت مور راوند ودي السيرفايكال ريتش بتاعتي بقت اكتر فالشكل التريانجل ده تحول لشكل ايه؟ فويد انشي او اوفل انشي يبقى ده اول حاجه الجيومتريك اوت لاين اوفل انشي اوفل كده ولا اوفل كده يعني ثيكنس اكبر ولا ويدث يبقى اوفل انشي والثيكنس مور ذان ايه خلاص طيب الجيومتريك اوت لاين او الاوت لاين فور لو ده ليك يا اما مش موجوده يا اما بيك شيب يا
الاثنين ريليتد للبيت لينجوا البيت او لينجوا ايه لينجو ديفلوب لينجو جينجرال جروب او ثلاثه جينجرال ايه